تعالوا سوا نتعرف على حالة الطقس النهاردة. كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا بيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 و3 درجة مئوية. بتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، ومع بعض هنتابع درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية النهاردة. وهنروح للعاصمة القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، اسكندرية 31 الصغرى 23، اسماعيلية 36 23، والدقهلية 35 24، الغردقة أتفاهم ويالمنيا 38 29، والمنيا 38 والصغرى 24. بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، درجة الحرارة في الرياض العظمى 43 الصغرى 29، أبو ظبي 36 31، أنقرة 27 12، لندن 23 12، واشنطن 31 22، وبكين 29 24.